النهاردة بقى معايا ماسك هايل قوي للبشرة الجافة، هيساعد على تنعيمها وترطيبها. كمان الماسك ده عبارة عن ماسك الموز والعسل. اكيد احنا عارفين قد ايه الموز غني بالبوتاسيوم، كمان غني بفيتامين اي وسي اللي بتدي للبشرة النضارة والاشراقة. كمان العسل هايل قوي للبشرة، وهو مضاد للأكسدة وبيعمل على ترطيب البشرة. يلا بينا نحضر. هي موزة صغيرة هرستها، هحط عليها معلقة عسل، معلقة كبيرة من العسل، اخلطهم كويس مع بعض، وبعدين هحط معلقة من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، واخلطهم سوا، هخلطهم كويس قوي قوي مع بعض لحد ما يبقوا عاملين زي الكريم، وهحطهم على البشرة. هسيبهم على البشرة الجافة تقريبا ربع ساعة، وبعد كده هشطف البشرة بمية فترة.